بيبدأ الفيلم بنت جميلة اسمها دريا، واللي بتكون من أشهر البنات في المدرسة الثانوية، والمدرسة اللي دريا فيها بتكون على مستوى عالي ومش بيدخلها غير أولاد الناس الأغنياء. لكن دريا بتكون دخلت المدرسة دي عن طريق منحة دراسية، لأن هي من أسرة متوسطة وما تقدرش تتحمل تكاليف المدرسة. وبعد ما انضمت دريا للمدرسة اتشهرت جدا وخلت الطلاب يحبوها ويتمنوا يبقوا زيها. لكن زي ما في طلاب بتحبها وبيعتبروها قدوة، في طلاب تانيين بيكرهوها جدا وبيغيروا منها جدا، وده لان هما بيكونوا شايفين ان هي ما تستحقش الشهرة دي، لان هي مش من الطبقة الغنية بتاعتهم ومستواها اقل منهم بكتير. لكن داريا ما بتكونش بتهتم بالكلام ده، وبتكون عاملة حفلة وبتستمتع بوقتها هي واصحابها، وبتكون صديقتها المقربة واللي اسمها تارا ساعدتها في تنظيم الحفلة دي. وبتطلع داريا على المسرح وبتشكر تارا على المجهود اللي عملته علشانها، وبتشكر باقي زمايلها، لحد ما بيقطع كلامها دخول حبيبها للحفلة، وبيكون اسمه ماكس. وبيدخل ماكس يعتذر لداريا على تأخيره، وبيطلع يحتفل معاها ومع أصحابها. وبعد الحفلة بيرجع كل واحد على بيته، وبيطلب ماكس من داريا ان هي تصور له فيديو جنسي، ورغم ان داريا كانت رافضة في الاول، لكن هو فضل مصمم وفضل يستعطفها لحد ما وافقت. وبتيجي تاني يوم وبتروح داريا للمدرسة، بتلاقي كل الطلاب بيبصوا لها وبيكونوا مركزين معاها بشكل مريب، وهي ما بتكونش فاهمة اي حاجة في الوقت ده، لحد ما تارا صاحبتها بتقول لها ان في فيديو فاضح اتنشر ليها في المدرسة كلها، ولما بتشوف الفيديو بتعرف ان الفيديو ده اللي هي بعتته لماكس، فبتروح على طول تواجهه وهي متعصبة، فبيقول لها ان في حد اخترق تليفونه ونشر الفيديو من عليه، وان هو بيحبها ومستحيل يعمل كده. لكن داريا ما بتصدقوش وبتضربه قدام المدرسة كلها وبتقل منه. وطبعا اول ما المديرة بتعرف كده بتستدعي داريا لمكتبها، وبتحكي لها داريا على كل حاجة، وبتقول لها ان اللي هي عملته في ماكس ده رد فعل على اللي هو عمله فيها. فبتقول لها المديرة ان هي متفهمة عصبيتها ومقدرة اللي هي فيه، لكن ما ينفعش تعمل اللي هي عملته ده في المدرسة. وبتقول لها ان هي المفروض كانت تيجي تشتكي لها بدل ما تتعامل مع الموضوع بنفسها بالطريقة دي، وان هي بالطريقة دي ضيعت حقها وهي ما تقدرش تساعدها ولا تعمل لها حاجة. وبتقول لها كويس ان الموضوع عدى من غير مشاكل، لان ماكس من عيلة غنية وعندها نفوذ، واهانتها وضربها ليه قدام المدرسة ممكن ما يعديش بالساهل. وبتعاقبها المديرة وبتحطها تحت المراقبة وبتلزمها بالخدمة الاجتماعية في المدرسة، وبتقول لها ان لو حصل بينها وبين ماكس اي مشادات تاني هتطردها من المدرسة. وفي النهاية بتنصحها المديرة ان هي تصب كل غضبها في الدراسة وما تهتمش بكلام الناس. وبتمشي داريا من مكتب المديرة وهي متضايقة اكتر، لان هي مش هتقدر تاخد حقها من ماكس. والمشكلة التانية اللي بتواجهها ان هي بتلاقي كل اصحابها بيتجنبوها وبيبعدوا عنها، وده بسبب الفضيحة اللي حصلت لها وبسبب ضربها لماكس، لان ماكس يبقى صاحبهم برضه. ومن اللحظة دي بتبدأ حياة داريا تتدمر، وبتبقى منبوذة بعد ما كانت مشهورة في المدرسة. وبتدخل داريا في حالة اكتئاب وحزن شديد، وبتكون مش عارفة تتخطى الأزمة دي خالص، لحد ما بتقرر تسمع كلام المديرة وتصب كل غضبها على الدراسة وتهتم بمستقبلها. وبتقرر تنضم لمعسكر التنس الخاص بالمدرسة علشان ده هيزود من درجاتها وتقييماتها، وبالفعل اتشجعت وانضمت للمعسكر وشاركت فيه. وبتكون كل البنات مستغربة من جرأتها، وفجأة وهي قاعدة لوحدها بتجيلها بنت جديدة في المدرسة اسمها إيلانور، وبتقولها إيلانور ان هي سمعت البنات هما بيتكلموا عليها وعرفت مين اللي نشر الفيديو الفاضح بتاعها في المدرسة. وبتطلع البنت دي اسمها إيريكا، واول ما داريا بتعرف كده بتقرر تنتقم من إيريكا، وبتحط لها مخدرات في شنطتها وبتبلغ إدارة المدرسة عنها، فبيروحوا يفتشوا في حاجات إيريكا وبيتأكدوا فعلا ان هي معاها مخدرات، وبيطردوها من المعسكر ومن المدرسة كلها. وبتكون إيريكا متأكدة ان داريا هي اللي عملت فيها كده، فبتحاول تفهمهم كده لكن محدش بيصدق كلامها وبيطردوها. وبعد انتهاء المعسكر بتركب داريا عربيتها علشان تمشي، لكن عربيتها بتكون عطلانة، فبتيجي الى نور وبتعرض على داريا ان هي توصلها، وبتوافق داريا وبتركب معاها. وبتفضل داريا ساكتة طول الطريق، لكن الى نور بتحاول تتكلم معاها وتتعرف عليها، وبتواسيها الى نور وبتقول لها ان الفضيحة اللي حصلت لها بتحصل لناس كتير، وان هي حاسة بشعورها لان هي تعرضت لفضيحة زيها من فترة كبيرة، لكن هي قدرت تتخطى اللي حصل لها وحاليا بتحاول تعيش حياة جديدة. وبتنصحها تعمل زيها وتنسى اللي حصل لها وتبدأ صفحة جديدة. وبتبدأ داريا تستلطف الى نور شوية، وبيتعرفوا على بعض اكتر، وبيروحوا يتغدوا سوا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيحكوا لبعض عن حياتهم الشخصية. ولما بيجي تاني يوم بتروح داريا للمدرسة وبتتفاجئ ان ماكس ارتبط بصديقتها تارا، وطبعا الخبر ده بيكسر قلب داريا وبيضايقها اكتر، لكن هي بتبين ان هي مش متأثرة بأي حاجة، وبتتعامل داريا عادي وبتروح لاجتماع الطلبة في المدرسة. وبيطلع ماكس على المسرح وبيعتذر لداريا على الفضيحة اللي تعرضت لها قدام كل الطلاب، وبيعلن ان هو
قرر يأسس نادي لدعم وتشجيع كل الطلاب اللي بيتعرضوا لفضائح زي داريا. وطبعا داريا بتكون محروجة جدا وهي في الموقف ده ومش عارفة تتصرف ازاي، لحد ما بتتسحب بهدوء من المكان وبتروح للحمام. فبتروح الى نور وراها علشان تطمن عليها، وبتلاقيها قاعدة في الحمام وزعلانة ومتأثرة جدا. وبتقول داريا الى نور ان هي مش عارفة ازاي هتستحمل سنة دراسية كمان في العذاب ده كله، وده لان هي لسه شايفة البنت اللي تسببت في فضحتها دلوقتي في المدرسة، وبيكون اسمها كاريسا. ولما شافتها افتكرت اللي حصل لها زمان وزعلت برضه. فبتقول لها داريا ان الاشخاص اللي اذوهم دول لازم يتعاقبوا وياخدوا جزائهم، وعلشان كده بيقرروا يتعاونوا وينتقموا منهم. وبما ان مفيش حد يعرف ان هما الاتنين اصدقاء، فبالتالي كل واحده فيهم ممكن تنتقم للتانيه ومحدش هيربط الاحداث ببعض. وبتقول داريا لإيلانور ان هي لازم تغير شكلها، وبتبدا داريا تشرح لإيلانور هما هينفذوا انتقامهم ازاي. وبتقول لها ان هما ممكن ينتقموا من كاريسا الاول لان هي هدف سهل، وده لان هما ممكن يتهموها في شرفها او يشوهوا سمعتها ويقلبوا عليها اصحابها ويخلوها منبوذه. لكن اللي صعب الانتقام منه هو ماكس، لانه من اشهر الطلبه اللي في المدرسه وغني وعنده نفوذ، وعلشان يقدروا ينتقموا منه لازم يعرفوا المدرسه كلها ان هو منافق وان هو بيخدع الناس بوش الشاب اللطيف الوسيم، وهو اصلا شخص مش كويس وبيكره صنف الستات. ولو قدروا يكشفوا للناس حقيقته فهينتهي امره تماما. وبتقدر داريا تغير من شكل الى نور 180 درجه، وكمان بتخليها تغير من تصرفاتها علشان تبان ان هي من الطبقه الغنيه، وده علشان الى نور تندمج مع الطلاب وتقدر تدخل وسطهم ويقدروا يدمروهم بسرعه. وبالفعل بتروح للمدرسة وهي شكلها جميل جدا، وبتقدر تلفت انظار الكل خصوصا ماكس اللي بيتشدلها وبيعجب بيها. وبالنسبة لداريا فبتتطوع في مزرعة المدرسة، وده علشان تقدر تقرب من كاريسا لان كاريسا بتكون شغالة في المزرعة دي. وبتحاول داريا تتعرف على كاريسا وتقرب منها، لكن كاريسا ما بتدلهاش اي فرصة، وبتقول لها ان هي لو عايزة تسأل في اي حاجة في المزرعة تتكلم مع صديقها المسؤول عن المكان واللي اسمه راس. فبتفهم داريا ان التقرب لكاريسا والانتقام منها مش هيكون سهل. لكن على الجانب التاني بتقدر إيلانور بمنتهى السهولة ان هي تعلق ماكس وتتعرف عليه، وكمان بيكون ماكس عزمها على حفلة خاصة عاملها في فيتو. واول ما داريا بتعرف كده بتفرح جدا وبتبدأ تجهز إيلانور للحفلة، وبتقترح داريا على إيلانور ان هي تروح الحفلة بمايو علشان تجذب انتباه ماكس اكتر. وبالفعل بتجذب إيلانور انتباه كل الموجودين، وماكس بيعجب بيها جدا وبياخدها ماكس وبيقعد معاها الانفراد وبيفتح لها قلبه. وبيبدأ يحكي لها ان هو مش بيحب الحياة اللي هو عايشها، وبيضطر ان هو يتصنع شخصية تانية ويمثل قدام زمايله. والمشكلة الاكبر ان هو مش عارف هو بيمثل ليه من الاساس، ومش لاقي حل للموضوع ده، وبيكون متأثر وهو بيتكلم. وبتفضل إيلانور تواسيه. وبيجي تاني يوم وبتروح إيلانور تقابل داريا، وبتحكي لها على اخر الاخبار اللي وصلت لها مع ماكس. وبتقول لها داريا ان هي اكتشفت ان كاريسا هي اللي هتطبخ الاكل للمدرسة كلها يوم حفلة التخرج، والمفاجأة ان هي اكتشفت ان كاريسا بتزرع مخدرات في مزرعة المدرسة، وبدل ما يبلغوا عنها بيتفقوا ان هم هياخدوا المخدرات دي ويحطوها في الاكل، وده علشان يفضحوها قدام المدرسة كلها وتدوق من الكاس اللي هي شربته لإيلانور. وبتعدي الايام، وفي يوم حفلة التخرج بنشوف ماكس وهو على المسرح وبيكون بيقول خطاب لكل الطلاب. وفي نفس الوقت ده بتكون داريا قدرت تحط المخدرات في الاكل، ولما الاكل بيتوزع على الطلاب وبياكلوا منه بيبداوا يعملوا تصرفات غريبة جدا، والفوضى بتملى المكان كله. وبتستغل إيلانور اللي حصل ده وبتسرق تليفون ماكس، وبتعرف المديرة بالفوضى اللي بتحصل والطلاب اللي مش في وعيهم. فبتروح تفتش في الاكل اللي اكلوه وبتشوف المخدرات اللي فيه، وبتروح للمزرعة بنفسها وبتلاقي المخدرات المزروعة هناك، وده بعد ما جالها بلاغ من مجهول باللي كاريسا بتعمله في المزرعة. وطبعا الشخص المجهول اللي بلغ هي داريا علشان تضمن ان كاريسا تتفضح قدام المدرسة كلها وتاخد جزائها. وبيجي تاني يوم وبتقعد إيلانور مع داريا علشان يشوفوا المعلومات اللي اخدوها من تليفون ماكس لما إيلانور سرقته، وبيعرفوا ان ماكس على علاقة ببنات كتير جدا في نفس الوقت، وبيبقى مفهم كل واحدة فيهم ان هو بيحبها. فبيقرروا ينشروا كل الرسائل والصور دي ويقضوا على ماكس، لكن بيقرروا يستنوا اليوم عيد الحب علشان التأثير والفضيحة يبقوا اكبر. وبعدها بتروح داريا تقابل راس المسؤول عن المزرعة، والاتنين بيبقوا اصحاب وبيبقى في اعجاب متبادل بينهم، وبيقعدوا الاتنين يتكلموا مع بعض ويتعرفوا على بعض. وبتعدي الايام وبيجي يوم عيد الحب، وبيكون في اجتماع لكل الطلبة، وماكس بيكون طالع يقول خطاب على المسرح. لكن واثناء ما هو بيقول الخطاب بتبعت إيلانور الرسائل والصور لكل الطلاب في المدرسة. هو اول ما بيشوفوا حقيقته بيعرف ان هو كذاب ومنافق،
لكن ماكس واصحابه بيقدروا ينقذوا الموقف عن طريق ان هما بينشروا في المدرسة كلها ان ماكس وتارا في علاقة متحضرة وان هما الاتنين مرتبطين وبيحبوا بعض، لكن كل واحد فيهم مدي الحرية للتاني في كل حاجة، وان ماكس يقدر يكلم اي بنت هو عايزها وحبيبته تارا هي كمان تقدر تكلم اللي هي عايزاه، وان ده نوع من انواع العلاقات المتحضرة والداعمة للحرية. فبينخدق الطلاب بالكلمتين دول وبيصدقوا ان هي دي الحرية وان ده مش كذب وخداع وخيانة. وطبعا في الوقت ده داريا بتزعل جدا وبتتضايق من فشل خطتها، لكن الشيء اللي بيزعلها اكتر ان المديرة بتاعتها بتبلغها بخبر وحش، واللي هو ان ورقها اترفض في الجامعة اللي هي كانت مقدمة فيها، وده لان في شخص مجهول بلغ الجامعة ان داريا شخصية عدوانية وضربت زميلها ماكس قدام المدرسة كلها. وبناء على السلوك ده الجامعة رفضت ورق داريا ومنعت دخولها نهائي. وطبعا داريا بتزعل وبتتأثر لما بتعرف ان حلم حياتها بيضيع، وبتقرر تزود انتقامها منه والمرة دي تقضي عليه تماما، وكمان بتكون عايزة تنتقم من كل اصحاب ماكس اللي ساعدوه في القضاء على مستقبلها. وبتروح داريا لإلينور وبتقول لها اللي حصل وبتطلب منها المساعدة في الانتقام من ماكس واصحابه. وبتقول لها داريا ان في حفلة بتتعمل كل سنة بيحصل فيها كل حاجة وحشة، ولكن كل اللي بيدخل الحفلة دي بيسلم التليفون بتاعه برا وبيكون في سرية تامة، وشرط دخول الحفلة دي هو ان الطالب او الطالبة يتقبل في جامعة كبيرة. وعلشان كده داريا بتقول لإلينور تقول في المدرسة ان هي اتقبلت في جامعة كبيرة علشان إلينور تقدر تدخل الحفلة وتصور كل اللي بيحصل، وساعتها يفضحوا ماكس وشلته. وبالفعل إلينور بتروح تعرف الطلاب ان هي اتقبلت في جامعة كبيرة وبتتعزم على الحفلة، وبيفضلوا مستنيين معاد الحفلة. لكن في الفترة دي لاحظت إلينور ان داريا ما بقتش تفكر في اي حاجة غير الانتقام، والموضوع ده اثر على صداقتهم، وداريا ما بقتش مهتمة بإلينور نهائي، لدرجة ان لما إلينور طلبت من داريا تخرج معها علشان اليوم ده يبقى يوم عيد ميلادها احرجتها ورفضت تخرج معاها. ومش بس رفضت تخرج معاها، دي كمان ما عيدتش عليها بمناسبة عيد ميلادها وسابتها ومشيت. لكن على الجانب الاخر فماكس واصحابه عملوا حفلة كبيرة لإلينور احتفالا بعيد ميلادها، وساعتها حست إلينور ان هي عندها اصحاب وكانت فرحانة جدا بالمفاجأة دي. واول ما داريا بتعرف ان ماكس واصحابه عاملين حفلة لإلينور بتاخد راسه وبتروح للحفلة، ولما بتوصل للحفلة بتاخد إلينور على جنب وبتزعق لها وبتقول لها ما تنخداش في ماكس واصحابه لان هم اشخاص كذابين ومزيفين. فبتقول لها إلينور ان هم على الاقل اهتموا بيها وبعيد ميلادها مش زي ما هي عملت. فبتحس داريا ان إلينور بدأت تعجب بماكس وبتتأثر بأصحابه وان هي خلاص هتنقلب عليها، فبتتخانق معها وبتسيبها وبتمشي. ولما بيجي الليل بتعطل عربية داريا مرة تانية، فبتتصل بورشة التصليح وبتقول لهم ان عربيتها عطلت زي المرة اللي فاتت، لكن هم بيبلغوها ان عربيتها سليمة والمرة اللي فاتت كان في شخص كسر حاجة في المحرك علشان يعطل العربية. ولما بتربط داريا الاحداث ببعض بتفتكر ان إلينور كانت جنبها ساعتها وعرضت عليها ان هي توصلها، وكأن هي كانت عارفة ان العربية هتعطل ومرتبة لكده. فبتبدأ داريا تشك في إلينور وبتقرر تدور وراها. وبيجي تاني يوم وبتروح داريا تزور كاريسا، لان على حسب كلام إلينور هي كانت صديقتها قبل ما تفضحها. وبتعرف داريا من كاريسا ان إلينور اسمها الحقيقي نورا، وان نورا دي هي البنت اللي داريا زمان طلعت عليها اشاعات وعملت لها فضيحة كبيرة، لكن هي عملت عملية تجميل وغيرت شكلها وانضمت للمدرسة باسم تاني. فبتستنتج داريا ان إلينور رجعت للمدرسة عشان تنتقم منها وان هي ورا كل اللي بيحصل لها ده. فبتروح داريا تواجه إلينور بالحقيقة دي، فبتقول لها إلينور ان هي دمرت حياتها زمان وجابت لها صدمة نفسية، وهي دلوقتي هتنتقم منها على كل اللي هي عملته فيها وهتدمر لها حياتها بالكامل. فبتقول لها داريا ان حياتها متدمرة وان هي خسرت مكانتها الاجتماعية ومش هتنضم للجامعة اللي بتتمناها. فبتقول لها إلينور ان هي مش هتستكفي بكده ولسه هتدمرها كمان، وان هي حكت لراس على كل حاجة وعرفته ان داريا هي السبب في اللي حصل لكاريسا. واول ما داريا بتعرف كده بتقلق وبتكون خايفة ان راس يبعد عنها، وبتقرر تروح له وتوضح له كل حاجة، وده لان هما الاتنين بيحبوا بعض. ولكن اثناء ما داريا في طريقها الراس بتعمل حادثة وبتتنقل للمستشفى، ولما بتفوق بتلاقي راس جنبها. وبعد ما بيطمن عليها بيقول لها ان هو عارف حقيقتها وبينفصل عنها وبيسيبها وبيمشي. ولما بيمشي بتدخل إلينور عليها وبتقول لها ان هي هتاخدها معها لحفلة القبول في الجامعة، وده علشان إلينور بتكون مخططة ان هي تخلي داريا تصور كل اللي بيحصل في الحفلة وتنزل التصوير ده وتفضح الطلاب، وساعتها الطلاب يعرفوا ان داريا هي اللي فضحتهم وينتقموا منها هم بقى بطريقتهم. وتبقى قدرت إلينور ساعتها تنتقم من كل اللي ضايقها واذاها بضربة واحدة، لكن طبعا داريا بترفض تروح معاها. فبتهددها إلينور ان هي هتحط لها مخدرات وتبلغ عنها وتحبسها زي ما هي اتعلمت منها.
فبتضطر داريا ان هي توافق. ولما بيجي ميعاد الحفلة إلانور بتلبس داريا فستان فيه كاميرا علشان تصور كل حاجة وبيروحوا سوا وبيسلموا تليفوناتهم وبيدخلوا الحفلة سوا. لكن بتفضل داريا تقلل من إلانور وبتتنمر عليها قدام أصحابهم لحد ما إلانور بتنهار وبتسيب الحفلة وبتمشي. فبتروح داريا وراها وبتعتذر لها على كل حاجة هي عملتها سواء دلوقتي أو زمان، وبتشيل داريا الكاميرا من فستانها وبتكسرها وبتقول لها ان هي مش هتستفيد اي حاجة لما يأذوا شخص تاني. وبتقول لها داريا ان احسن وقت عدى عليها السنة دي وهم مع بعض، وان هي كانت اقرب صديقة ليها وحست معها بمعنى الصداقة. وبتكون إلانور متأثرة بكلامها لأن هي كمان كانت فرحانة بالوقت اللي بيقضوه سوا، وبتهدى هنا إلانور وبترجع عن الأفكار اللي في دماغها. لكن المفاجأة إن ماكس بيدخل عليهم وبيقول لهم إن هو عارف حقيقتهم هما الاتنين، وده طبعا بعد ما فتح تليفوناتهم اللي هما سلموها برا. وبيعترف ماكس إن هو اللي نشر الفيديو بتاع داريا وهو اللي قرر يشوه سمعتها بعد ما زهق منها، وبيعرفهم إن هو هيرجع للحفلة وهيكمل سهرته وبكرة هيفضح حقيقتهم للمدرسة كلها. لكن أول ما بيمشي بتضحك إلانور لأن هي كانت حاطة كاميرا في فستانها وسجلت كل كلمة ماكس قالها. وبيدخلوا للحفلة وبيعرضوا الفيديو ده لكل الطلاب اللي في الحفلة وبيوروهم قد إيه ماكس شخص حقير، وكل الطلاب بينقلبوا عليه. لكن المرة دي ما بيكونش فيه أي مبرر يقدر يقوله ليهم. وديريا وإلانور بيقعدوا سوا وبيفضلوا يحتفلوا بانتقامهم من الشخص ده، وبيقرروا الاتنين يرجعوا أعز أصدقاء ويفضلوا مع بعض للأبد. وبعدها بتروح داريا الراس وبتشرح له كل حاجة حصلت من الأول، وبتوضح له إن هي اتغيرت خلاص وبتعترف له بحبها، وبيرجعوا لبعض من تاني علشان يعيشوا مع بعض في سعادة. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وتقدر كمان تقترح علينا أفلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو. وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية. ويلا سلام.